هذا هو الدرس الرابع من دروس تعليم القراءة للأطفال. في هذا الدرس سنتعلم الحروف الهجائية المضمومة أو المتبوعة بحرف الواو. نبدأ على بركة الله. آ أو آ أو آ أو آ أو ب بو ب بو ب بو ت تو ت تو ت تو ث ثو ث ثو ج جو ج جو ح حو ح حو خ خو خ خو د دو د ذو ذا ذو ذا ذو را رو را رو ز زو ز زو س سو س سو ش شو ش شو ص سو ص سو ض ضو ض ضو ط طو ط طو ظ ظو ظ ظو ع عو ع عو غ غو غ غو ف فو ف فو ق كو ق كو ك كو ك كو ك كو ل لو ل لو م مو م مو ن نو ن نو ه هو ه هو و و و و ي يو ي يو. نعيدها مرة أخرى. أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ظو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وو يو.